إمابيليس معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استقرار في الوضعية الجوية شاهدنا خلال نهار اليوم مقارنة بيوم الأمس. أما بالنسبة ليوم الغد بحول الله، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب، أجواء على العموم صحوة ومستقرة، لكن خلال الظهيرة ستكون سحب عابرة على سواحل الغربية وكذلك الوسطى، احتمال أن تكون هناك بعض القطرات الضعيفة والمحلية. للإشارة، الرياح تكون قوية خلال يوم الغد على كل سواحل الغربية الوسطى وحتى بمنطقة الأوراس، مع بعض السحب التي ستنتشر تبقى بدون فعالية على المرتفعات الغربية الوسطى وكذلك بسواحل الشرقية، وأجواء مشمسة تماما بكافة مناطق الجنوب الكبير مع تطاير للرمال محليا. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 10 إلى 14 بسواحل، 9 درجات منتظرة بقسنطيناز، 14 بكل من تيزي وزو وباتنا، 7 درجات فقط بتيارة وغسعيدة، 10 درجات بالبيض، 15 درجة بتنمسان، بغردية جنوبا وتمن راس، 18 درجة بجنات، 16 درجة ببشار، 17 ببسكرة ورقلة وحسي مسعود، 19 بإن صلاح، وترتفع إلى 24 درجة بأقصى الجنوب. أما فيما يخص درجات الحرارة القصوى المنتظرة خلال ظهيرة الغد بحول الله، ستكون معتدلة، تصل إلى 23 درجة بالعاصمة، 22 درجة بوهران وتيزي وزو، 23 درجة أيضا بتلمسان بالجلفة وباتنا، ترتفع إلى 26 درجة بقسنطينة، ترتفع أكثر بسكيكدا عنبة تصل إلى 28 درجة، في حدود 20 درجة فقط بسعيدة تيارة والبيض. أما بشمال الصحراء ستتراوح ما بين 30 درجة ببشار إلى غاية 32 درجة ببسكرة، 36 درجة منتظرة بإليزي، 37 درجة بإن صلاح، 29 درجة بتندوف، وترتفع لتقارب 42 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب. للملاحة والصيد البحري يوم الغد بحول الله، البحر سيبقى مضطرب على كل السواحل، الرياح ستكون قوية نسبيا على السواحل الوسطى والغربية، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة من غربية إلى جنوبية غربية، تدور إلى شمالية غربية نحو السواحل الشرقية. جولة خاطفة إلى بعض عواصم جنوب قارة إفريقيا، أمطار رعدية مرتقبة بنيروبي على شكل زخات ب 23 درجة، كذلك بكينشاسا لكن ترتفع الحرارة إلى 30 درجة، بعض الأمطار الخفيفة نحو أنتاناناريفو مع 24 درجة، أجواء غائمة تماما بكيب تاون مع 18 درجة، وتبقى مشمسة على باقي العواصم، 26 درجة منتظرة بأديس أبيبا وويندوك، وترتفع إلى غاية 36 درجة كعلى مقياس بأبوجا. نعود إلى أرض الوطن على مستوى العاصمة، وقت شروق الشمس صبيحة الغد سيكون في حدود الساعة 6 صباحا وأربع دقائق، والغروب على الساعة 7 مساء و28 دقيقة. مشاهدينا، أشكركم على حسن المتابعة، تقبل الله صيامكم ودمتم في أمان الله.